بدأنا بالحديث عن علاقة المعلم والطالب، وهذه العلاقة رغم يعني أنه ما يجب أن تكون مميزة بالبساطة، إلا أنها تبقى واحدة من أعقد العلاقات اللي تتفاوت بين التفهم والاحترام والتنافر والتوتر. طيب إيش هو الحل؟ يعني هل في مفروض أشياء يتبعها المعلم؟ إن يعني هو المفروض، يعني هذا أبسط حاجة المفروض هو يجتهد ويعملها. يعني حلو، ممتاز، هذا السؤال مشروع. المختصين والمختصون شو يقولون؟ عندهم خطوات بسيطة. يقول لك أول شيء تعرفوا على طلابكم، يعني هذا الطالب مين هو، كيف يفكر، نفسيته، عقليته، شو اللي يشغل باله، وكيف يفكر. يعني ولا تفكر أنه أنت المدرس فقط بالمحصل الدراسي أو العلامات أو شيء. وأيضا يقول لك تقبلوهم يعني من غير إصدار أي أحكام مسبقة أو أولية عليهم من موقف أو التصرف قد حصل بينك وبين يعني المعلم أو حلو بين حلو إيه. ويقول لك الخبراء أنه تحدوهم. طبعا أنا ما أدري كيف بتصير هذه التحديات مع بين الطالب والمعلم، ولكن مبدئيا من خلال تحديد مجال التحدي سواء كان أكاديمي أو إبداعي، وامنحوهم الفرص من خلال تركهم يكتشفوا أنفسهم وقدراتهم وإيش هي أولوياتهم، واسمحوا لهم يجربوا كمان أشياء جديدة، لأنه من جد هذه البداية المفروض يقعد معه. يعني أنا أحس إنه أول أسبوع لازم يكونوا قاعدين معاه ويتكلموا معاه ويفهموا كل واحد إيش شخصيته. عفوا راح صوتي. الخطوات أكيد كثيرة، بس إحنا اخترنا عرض جزء والمزيد منها مع ضيفتنا اليوم لارا جابري، معلمة لغة عربية لغير الناطقين بها ووالدة أيضا. يسعد لي صباحك. خير، أهلا وسهلا. صباح النور، أهلا. احنا طبعا ندري أن اليوم أول يوم دوام، جايبينك من الدوام. نشكر لك يعني هالخطوة. شكرا. لو بالبداية نبدأ نتكلم عن طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب، عن الطبيعة الحقيقية واللي لازم تكون عليه. يعني هلأ نحن بأول شيء بدنا ما ننكر أنه يعني واقع عنا الولد بأثناء السنة الدراسية بيقضي تلتين وقته من النهار بالمدرسة. نعم. فما بقى منحسن ننكر أهمية موضوع أنه العلاقة ما تكون علاقة بس أنا أروح أدرس وأرجع على البيت. صار في علاقة تفاعلية بده يكون. أنا بشوف أولادي 3 ساعات 4 ساعات، بشوف طلابي من 10 ل 12 ساعة. فطبيعة العلاقة أهم شيء بده يكون فيها موضوع ثقة. بده يكون في ثقة من الطالب تجاه المعلم، والمعلم يقدر يمنحه لهالطالب هالثقة. صح. بوجود الثقة الولد بيصير بيحب المادة، بيصير عنده الجرأة يسأل، لأنه بتشوف فعلا يعني على طاري هذا الموضوع، يعني بتشوف فعلا كتير أشياء يعني ما بيحب الطالب المادة بسبب المعلم. تمام. وهذه بتعمل مشكلة مرة كبيرة. مزبوط مزبوط. نحن كتير بجينا حالات أنه مثلا الولد جاي عنده داخل على الصف، ممكن أنا بكون بدرسه أول مرة، يعني عنده حكم مسبق. أنا هالمادة كتير صعبة، أنا ما لي منيح فيها. فنحن كمعلم نحن الحقيقة يعني هاي شيء منذ الأزل نحن مربيين بالأول والأخير. فالكتير مهم أنه أنا أعرف إيش هو سبب خلفيات هالرفض المسبق للمادة. هل هو عنده صعوبات تعلم؟ هل هو عنده علاقة سيئة كانت بناها مع الأستاذ اللي قبل؟ فكتير مهم هاي الشغلة نحن نعرفها. وخلفيته صحيح. تكلمنا عن خطوات أنا وزميلي هاني نصحنا فيها يعني تكون للمعلمي. أنت من باب تجربتك كيف تشوفي هذه الخطوات؟ هل فعلا لو أخذوها بعين الاعتبار تفرق معهم؟ هلأ التوجه الحديث في التعليم هو تماماً الخطوات اللي ذكرتوها. أحد أهم الخطوات اللي أنا هلأ هيك رنت براسي وأنتوا بتحكوها موضوع تحدي الطالب. نعم. إيش يعني التحدي؟ يعني مثل ما قلت أنه أنا كيف أتحدى طالب بنفس الوقت ما أعجزه. أنا الولد لازم دايماً أحترم عقله، أعرف هو شو مستوى تفكيره. فأنت التحدي بدك تعرف مستوى الطالب أولاً، وبدك تعرف هو إيش بده ثانياً، ولقينا مستوى أنت بتحسن تطلع فيه، بس عشرت أنت تقدم له الموارد المضبوطة مشان تتحدى بطريقة مضبوطة. لارا، من خلال تجربتك والنصائح اللي ذكرتيها واللي احنا ذكرناها بالبداية، إلى أي مدى إمكانية تطبيقها على الواقع، خصوصا مع 30 أو 40 أو حتى 50 طالب؟ هلا هي لا شك انه عملت مسؤوليه اكبر على الاستاذ، لاني صار الاستاذ عنده تحضير مضاعف 3 أضعاف 4 أضعاف. كونه بده يكون عنده فروقات فرديه في الصف، يعرف كل ولد طريقه تفكيره، يعرف هل هو متعلم سمعي، هو بصري، هو حسي من طلابنا ذوي الاحتياجات الخاصه. فكتير ضروري، فهذا انت بشكل حمل اضافي على الاستاذ. بس صدقني الولد وقت بيطلع من الصف حاسس حاله انه هو تعلم، بغض النظر عن هو قدراته
اللي التعلميه او الخلفيه تبعيته، فهذا بيرضي الاستاذ وبيطلع فيه لبعدين مريح كثير سواء معلم او الاستاذ. يعني احنا لو نتكلم زي ما قال هاني شخصيات كثيره يعني في وسط ال50، لو بنتكلم مثلا انه هل الشخصيه الطيب هي اللي تفرض كيف المعلم يتعامل معاه، لانه الواقع كان احنا رايحين عند استاذ هذا هو الاتيتيود حقه هذه هي شخصيته احنا حنمشي تحت طوعه، مين اللي بيفرض شخصيه مين؟ هو الحقيقة لا شك أنه على أرض الواقع هو الأستاذ بيفرض شخصيته، بس بالاتجاه الحديث أنت لازم تعرف الطالب شو هو حتى أنت تحسن تقدم له الوسائل المناسبة. يعني أنا كمعلم أنا عندي خط عام بمشي فيه بالصف، أنا عندي consistency، عندي استمرارية، 1 2 3 4 الطالب لازم يعملها، بس بنفس الوقت أنا لازم أطوعها بحسب شخصية كل طالب، الطالب الخجول، الطالب الذكي اللي ممكن يخلص أسرع من أقران، وأنا كيف أتحدى أخليه دايما engaged، الطالب العنيد، الطالب الصعب، فدايما هدول في لهم أدوات أساليب معينة. تماما. لارا ايضا لو نتكلم عن الطالب الصعب او العنيد او المشاغب او اللي متمرد كيف يتعامل، كيف تتعاملون مع هذا النوع من الشخصيات؟ اول شيء بدك تنهيده طبعا، لا هذا يسبب يعني اجواء توتر تماما، بس اغلب الطلاب اللي كانوا عنيدين او صعبين على الاغلب بيكونوا بنسميهم تالنتد، على الاغلب موهوبين. فانت اول شيء بدك تعرف، بدك تلاقي ارضيه مشتركه بيناتهم بينك وبين هالطالب، بدك تعرف شو اللي بيثير اهتمامه، بدك تخليه دايما بالصف مشغول بشيء هو عم يتحدى فكره، عم يتحدى عقله. فانت متى ما لقيت الارضيه الصلبه مع هذا الطالب صارت الامور بتمشي بمجراها ما دام هو عنده الادوات وعنده التحدي الصحيح. نعم. كيف نقدر خلينا نقول نقوي علاقتنا، يعني علاقه طفلنا مع المعلم او المعلمه، وتصير في بينهم علاقه كويسه، علشان وأكيد طبعاً دور الأهل مهم في هذا الموضوع، كيف نقدر نوصلهم مع بعض؟ لا شك أنه العلاقة بين الأهل والمعلم علاقة كتير مهمة. الحلو بالموضوع أنه أنت كل ما كانت علاقتك قوية مع الأهل كل ما حسنت أنت تلاقي المشكلة وتحسن تعالجها. بنفس الوقت من مسؤولية الأهل حتى لو هن كان زعجهم أستاذ أو مزعوجين منه، الحقيقة هذا الشيء ما يحكوا قدام الطالب، لأن الولد مثل السفنجة وكمان بيتنمر يصير حتى تماماً، أنه أنا حتى ماما هيك عم بتقول، حتى بابا هيك عم بيقول. فبس في شغلة أنا كتير بحب منتبعها نحن عنا بالمدرسة، نحن ما بس نتوجه للأهل لنقول لهم ابنك عنده مشكلة، كمان نحن بنحكي مع الأهل حتى نقول له ابنك عمل هيك كتير منيح ونحن مبسوطين منه بهذا المجال. فبالمقابل الأهل صاروا يقولنا أنه أنا مبسوط ابني عمل تقدم هيك، عمل شغل هيك، فكانت العلاقة إيجابية. أنا حبيت اليوم إجاباتك لأنها كلها حيادية، لأنك بتتكلم بنظرة أم وبنظرة كمان معلمة. تماماً مظبوط. إحنا سعيدين بوجودك معنا اليوم لارا الجابري، كل الشكر ليك، وأتمنى يعني سنة سعيدة إن شاء الله لأولادك كلهم. شكراً. شكراً كثير. الله يسلمك. شكراً جزيلاً.